واخيرا البنات الفيديو المنتظر ديال الميك اوفر ديال الغرفه بنتي او التغيير الجذري اللي من ديكور الغرفه. ها هو جا، خليكم على الفيديو حتى الاخير. هنايا البنات غنبدا لكم بالغرفه كيف كانت في الاول. ها هي كيف ما كتشوفوا، هذا هو البيت ديالها. بغيت نوريكم قبل وبعد، ضروري من قبل باش تعرفوا. وغادي نحطوا في كاع هذوك الديكورات اللي حطيت لكم فيهم فيديوهات ديالهم اللي صوبنا، منهم الدريدو، الحرف ديال ا، والشميعات، ودوك القريعات. هنايا بدينا كان صافي، بدينا كنخويو في البيت. صافي هنا خوينا، بقى لي غير هذا الكرسي الكتب غادي نحيدوه حتى هويا. صافي غنبداو بالارض، هي الاولى نغسلوها ونمسحوا الغبره. هنايا بنتي هي اللي بغات تغسل الارض، قالت لي ماما عافاك ندير التسيقه ديال المغرب، فدونك بدات كتغسل في الارض. ومن بعد مسحنا الشراجم والغبره وكل شيء. هنا غادي نبدا بهادو ديال الضو اللي كنت وريتكم المشتريات من امازون، صدق غزالين البنات. انا غنخلي لكم في رابط الوصف اللي مهتم بغا يشريهم. انا الصراحه كنت بغيت نديرهم في مع الحد ديال الحيط، ولكن جاني عالي بزاف، فغادي نعلقهم فحال هكايا. وهادو اللي كنت وريتكم شريتهم من محل ديال دولار، الصراحه طلعوا غزالين في الحقيقه والله. ها هما، يعني انا هاد الفيديو راني صورته لكم شحال هذا، تقريبا دابا شهرين، وشهرين وانا مخدمه هادو نيت، وصدقوا باقيين كيشعلوا، يعني صدقوا صراحه غزالين. ها انتما كيف ما كتشوفوا كيديروا الوان غزالين صراحه. انا من بعد ما درت فيهم الباتري اولا الحجر ديالهم، درت فيهم هنا اللصاق اللي كيلصق من جهتين بجوج، وغادي نلصقهم هنايا معاكم كيف ما غتشوفوا. غادي نلصقهم فوق في الريدو، وبقاو شادين ما كيطيحوش. وها هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو غزالين خصوصا في الليل كيبانوا مزيان. وهنا هذه تاهي اللي كنت وريتكم شريت من محل ديال دولار، هذه كاكسسوار ولا بغاو يلعبوا بها، كتشعلها كندير فيها الباتري الحجر وكتشعل وكتبقى تعطي الضوء في الحائط. ها انتما كيف ما كتشوفوا هنا، انا غنقص من الضو باش تبان لكم. ها هي كتعطي واحد لافي زوين، انا شريت لها ديال النجومه. هنا غادي نوريكم نذكركم بالغرفه كيف كانت قبل، وغندير لكم بعد. المهم حطيت فيها كل شيء داكشي اللي صاوبنا. نتمنى تنال اعجابكم، وما تخليوا لي في التعاليق قول لي كي جاتكم. واحد جوج ثلاثة، توكلنا على الله. ابراكادابرا، وها هو الشكل النهائي ديال الغرفة. صراحة انا عجبني بزاف، وحتى هي عجبتها بزاف، لان ما شافتنيش وانا كنصوبها لها، خليتها منين سيقات قلت لها يلا خرجي، وسديت عليا الباب.
انتما كتشوفوا هادو الوريدات اللي كنا صوبنا ديال الريدو. ما تبخلوش عليا في التعليق، تعطيوني الراي ديالكم، قولوا لي كي جاتكم. انا غادي نوريكم هنايا في الضو، غادي نطفي الضو، غادي نوريكم الاضواء في الليل كي كتبان، وغادي نوريكم كل حاجه صوبناها. غادي نبداو بهذه اللي كنت حطيت لكم الفيديو اللي قبل من هذا، ديال هاد الخيمه اللي كتجي في قناموسيه اولا الكانوبي، كتجي الصراحه غزاله غزاله. وهذه شميعه، هنايا هاد الاضواء كلها، هادو الفراشات اللي كنا خدينا من المحل ديال دولار حتى هما، ماشي الطابلوات، هذيك الفراشات اللي معلقين. نخليكم مع الموسيقى لان هاد الاضواء كتشطح مع الموسيقى. هنايا لعقلتو هذوك القريعات اللي صوبنا بقشور البيض، هما هادو اللي في المرض، وهادو الشميعات، وهادو الحرف ا اللي كنت شريت من امازون وريتها لكم حتى هي، وهذوك المجرات الصغار شريناهم من محل ديال دولار كتحط فيهم اكسسوارات الشهر. والبنات اللي اول مره غيدخلوا معنا راه كاينين الفيديوهات في القناه، تقلبوا عليهم وغتلقاهم، ومرحبا بكم والدار داركم. واللي معنا راه خلاص راه عارفين. هنايا هذه جات غزاله صراحه، انا عجبتني بزاف، قلت لها انا اليوم انا غنعس لك في البيت ندشنو، فعجبني بزاف صراحه. كنت غادي نبدل حتى الصباغه ونديرها في البيض ولا في الغوز بارد، ساعه ما بغيتش نزيد عليا تمارة اخرى، قلت صافي خلي غير بحال هكايا. انا غنطفي لكم الضو باش تشوفوا الاضواء في الليل، وها هو الغرفة في الليل صراحة زوينة ورومانسية. الصراحه جو الاضواء في الليل زوينين، خصوصا هي ما كتبغيش تنعس بلا ضو، ضروري كتبغي تشعل الضو، فكيكون الضو مجهد الغرفه دونك كتشعل اي واحد من هاد الاضواء، ولا كتشعل غير هذيك الحرف ا كتخليه شاعل، ولا كتخلي هذيك اللي فوق النوافذ هذوك اللي فيهم الاضواء شاعلين تما. فاعطيوني رايكم كل صراحة في التعاليق، واش عجبتكم الغرفة ولا لا. انا غنوريكم التفاصيل هذاك الشيء اللي صاوبنا. البنات انا غنخلي لكم الفيديوهات كلهم هنايا فوق في هذه البيضة، هذه اللي كنا شرينا من محل ديال دولار، هاد الصنيديله هذه ديال الخشب زوينه بزاف هي، وهاد الاناناس اللي لتحت حتى هي. هادي حتى هي خديناها بدولار الواحد، صراحه شكيلات زوينين ورخاص.
يعني مرة مرة كطيحوا في شي حوايج زوينين يعني بصراحة. هنايا هذه اللي صوبنا في الفيديو اللي قبل الاخير، انا حطيت لكم فيديوهات ديال هادشي اللي صوبت، متابعين صراحه باش تعرفوهم. وهذه الوريده اللي كنا صايبنا ديال الريدو، صراحه من غير دوك القريعات ديال الديكوباج كنا صايبناهم شحال هادي تلقاوهم. وهادو الفراشات ديك الغوز وهذيك الموف اللي شريناها حتى هي محل ديال الدولار. هاد الريدوات خديتهم من واحد السوبر مارشي وولمارت، والاضواء اللي فوق الناموسيه واللي في الحائط من امازون. لا يا ربي، الاضواء يمكن اللي فوق الناموسيه خديتهم من بيغلاتس، واحد المحل بيغلاتس. المهم نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش اي فيديو نحطو توصلوا بيه نتوما الاولين، والتعاليق الزوينه والمشجعه ديالكم. هادو هما القرعات اللي قلت لكم حتى هما راه مصيباهم حكيني في القناه، يعني كيجيو رائعين بقشور البيض بالمناديل الورقيه. وهاد الشميعات حتى هما اللي حطيت لكم في القناه، هاد الشميعات انا صوبتهم يعني دوبتهم انا وزوقتهم انا. المهم خليكم مع الدوره شامله للغرفه، وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه. ولا كاين اي تساؤل مرحبا بكم، ودخلوا عندي الانستغرام رانا كنخلي الرابط لتحت. وشكرا لكم بزاف، وما تنساوش تبارطاجيو وتشاركوا الفيديو مع الاحباب باش تعمل فائده، ونهاركم مبروك. هانتوما البنات قبل ما نمشي، هاد الضو كنتحكم به بالتليكوموند ديالو، كندير به الشكل اللي بغيتو، يا اما هكذايا ولا شكل اخر ولا يشعل بشويه. المهم نتوما كتحكموا في الشكل اللي بغيتو، وكيشطح بطبيعه الحال مع الموسيقى ولا تصفاق ولا شي صوت.